نعم، رئيس السن هو اللي يرتكب الخرق القانوني، جيد. بس هذا لا يعني ابطال اجراءات الجلسه. رئيس السن المفروض بخبرته مثل محمود المشهداني وعنده باع طويل في السياسه العراقيه، هو شغل منصب رئيس مجلس النواب ويعرف السياقات القانونيه والدستوريه، فالمفروض هو اصلا ما يقبل الطلب، يعني يرفضه ويقول هذا مو من اختصاصي، يسلم هذا الطلب. يعني هسه انا لو جاي انا رئيس السن ومقدم للطلب احمد الاسدي اقول له قدمه للرئيس اللي راح ننتخبه وينهي الجدل بهذا الموضوع، كان ما صار اللي صار، بس هو قد قبله. هذا يعطي ظن انا كمواطن افهمه وكمتابع، يعني شلون خلاف ما يفهمه ابو التيار الصدري مثلا، انا كمتابع وبعيد اراقب اقول هذا اتفاق مسبق بين الاطار التنسيقي والسيد محمود المشهداني، واربط بالاحداث واقول لانه الاطار التنسيقي لا يرغب بالسيد محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، كان يريد هو خيارات اخرى للمكون السني، وهذا اكو اتفاق مسبق انه يتقدم طلب والسيد محمود المشهداني راح يحيل الطلب ويرفع الجلسه. كل الاحداث تشير هيك، والصوره اللي ظهرت بعد خروج السيد محمود المشهداني الى المستشفى وزيارته من قبل قاده الاطار التنسيقي، كل مواطن يفهم الامور بهذه الطريقه. يعني أنا اللي صار احنا اللي يهمنا شنو؟ اللي يهمنا الموضوع انه هي الجلسه صارت ضمن السياقات القانونيه وماكو اي دلائل.